بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة، الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تابنا الكلام في الحلقة السابقة إلى قوله سبحانه وتعالى عن النصارى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لما نسوا أي تركوا نصيبا كبيرا وقسما عظيما مما أمرهم الله به، عاقبهم الله فأوقع بينهم العداوة والبغضاء، لأن العداوة تحدث عند الاختلاف في المذاهب والاختلاف في الدين، أما الاجتماع على الدين فإنه يحدث المحبة والتناصر والتعاضد والرحمة والشفقة، أما الاختلاف في الدين فإنه يحدث العداوة والبغضاء في النصارى وفي غيرهم. ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فلذلك تجد النصارى مختلفين متعادين متقاطعين إلى فرق وأحزاب، كل فرقة تكفر الأخرى وتعاديها وتبغضها نتيجة لاتباع أهوائهم ومذاهبهم الباطلة وإعراضهم عن كتاب الله عز وجل إلى يوم القيامة. أن هذا العداء وهذه البغضاء ستستمر إلى يوم القيامة بينهم ما لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ثم قال جل وعلا متوعدا لهم: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. سوف ينبئهم أي يخبرهم ويجازيهم الله في يوم القيامة بما كانوا يصنعون، بما عملوا في الدنيا وما صنعوه في الدنيا من الكفر ونسيان ما أمرهم الله جل وعلا به وتركه رغبة عنه. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. والآن والحمد لله فرغنا من الكلام في تفسير الآيات الثلاث، ونعود إلى أخذ ما يتيسر من أحكامها وفوائدها. فيؤخذ من هذه الآيات الكريمة تعظيم العهود والمواثيق والوفاء بها وعدم التهاون بها أو مخالفتها أو نقضها. وفي القرآن الكريم كثير من الآيات التي تأمر بالوفاء بالعهود. مطلع هذه السورة العظيمة سورة المائدة قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والعهود تكون بين الله جل وعلا وبين عباده امتثال أمره واجتناب نهيه وعبادته وحده لا شريك له. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فهذا أول العهود وأعظمها، وهو العهد بين العبد وبين ربه. يجب أن يفي بهذا العهد مع ربه سبحانه وتعالى. والنوع الثاني العهود التي بين الناس
بعضهم مع بعض، فيجب الوفاء بالعهد مع إمام المسلمين، يجب الوفاء بالعهد مع ولاة الأمور في طاعة الله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وكذلك العهود والمواثيق التي بين الناس بعضهم مع بعض. فيجب على من عاهد أحدا أو واثقه أن يفي بهذا العهد ولا يغدر به. فهذه الآية فيها تعظيم العهود والمواثيق، ويؤخذ منها مشروعية اتخاذ العرفاء والنقباء على القبائل لأجل ضبطها والتوثق من قيامها بالعهود وكفها عن نقض العهود. وهذا أخذ الله جل وعلا من بني إسرائيل النقباء، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما هاجر أو عندما بايعه الأنصار عند العقبة جعل عليهم نقبا منهم. فاتخاذ النقبا والعرفاء سنة إلهية، وفعلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذه الآيات إثبات معية الله جل وعلا لخلقه، وهي على قسمين: معية عامة وهي معيته للخلق بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى ورؤيته ومشاهدته لأعمالهم لا يغيبون عنه سبحانه وتعالى، ومعية خاصة بعباده المؤمنين، وذلك بالنصر والتوفيق والهداية. ويؤخذ من هذه الآيات تعظيم شأن الصلاة والزكاة، وهما من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولهذا قال الله جل وعلا لبني إسرائيل: أين أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، ما يدل على أن هاتين العبادتين هما أعظم أنواع العبادة العملية والفعلية بعد الشهادتين. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى، يجب الاهتمام بهاتين العبادتين، لأنهما إذا حوفظ عليهما فإنهما يهديان إلى الطريق الصحيح. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة كذلك تعود الإنسان على البذل والعطاء في طاعة الله سبحانه وتعالى، تعود الإنسان على الإحسان. يؤخذ من هذه الآيات وجوب الإيمان بجميع الرسل. قال تعالى: وآمنتم برسلي، أي بجميعهم من أولهم إلى آخرهم. فمن آمن ببعضهم وكفر بالبعض الآخر فهو كافر بالجميع. فالإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بجميعهم، لأنهم كلهم رسل الله عز وجل. أما من زعم أنه يؤمن ببعض ويكفر ببعض فهو كافر بالجميع، ولا ينفعه إيمانه بالرسول الذي يزعم الإيمان به. ولهذا قال جل وعلا: وآمنتم برسلي،
أخذ هذا عليهم أن يؤمنوا بجميع الرسل، لكنهم كفروا بالله بكفرهم بعيسى عليه السلام كفعل اليهود، وبكفرهم بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فاليهود كفروا بعيسى وبمحمد، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم كافرون بجميع الرسل. ويؤخذ منها أيضا تعظيم الرسل وتوقيرهم واحترامهم، لأنهم رسل الله، ولهذا من تنقص واحدا منهم فإنه يرتد عن الإسلام. من تنقص واحدا من الرسل فإنه يرتد عن دين الإسلام، لأنه واجب احترام الجميع وعزرتموهم. ويؤخذ من هذه الآيات الحث على الإنفاق في سبيل الله، وأنه إقراض لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنك تدفع المال إلى المحتاج وأنت تدفعه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحفظه لك وينميه لك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.